بعد إيقاف وقف إطلاق النار والحوار الليبي الليبي في المغرب وفي القاهرة وفي جنيف والاستعدادات الكاملة للم الشمل إن شاء الله. تعلمون قبل أحداث فبراير كان أكثر من 2 مليون عامل مصري في ليبيا، والآن نحتاج إلى أكثر من 2 مليون عامل مصري لإعادة الإعمار والتنمية في ليبيا. الآن تم الدراسة بين الجانبين الليبي والمصري بطريقة الاستجلاب العمالة عن طريق مكاتب القوى العاملة في البلدين أو ما كفيل أحد الشركات الليبية باستجلاب عمالة مصرية كفيلة للعمالة المصرية، ومن حيث ضمان حقوقها وإقامتها والحفاظ عليها ومن أي شيء قد تحدث في ليبيا. الاقتصاد الليبي منذ قدم الزمان يعني وهو مبني على الاقتصاد المصري، من مثل ما الأمن القومي المصري هو الأمن القومي الليبي، فالأمن الاقتصادي والأمن الغذائي المصري هو الأمن الاقتصادي الليبي. ونحن ننمي اقتصادنا الحقيقة من الاقتصاد المصري، الشركات المصرية والمصانع المصرية، كل هذه السلع وكل البضائع التي ترد إلى ليبيا عبر منفذ مساعدة السلوم البري وعبر المواني الليبية من طبرق البحر ومن البنغازي، كلها سلع مصرية. والتعاون يعني موجود مع دول الجوار، ولكن أن النصيب الأكبر والتعاون أكثر مع الجانب المصري في إعادة الإعمار، في إدارة الشركات، في إدارة المصانع، في القسم الصحي، في قسم كل المشاريع بالليبيا أيدي عامل مصرية، في الأسواق المحلية، في كل المحلات وكل الشركات الاستيرادية للغذائية وخاصة الخضروات والفواكه. تجد من يستوردون الخضروات والفواكه هم المصريين، وتجد من في الأسواق من يبيع الخضروات والفواكه في الأسواق الليبية بكل مدن الليبية هم أيضا مصريين. فالحقيقة لا غنى عن مصر ولا غنى عن السوق المصري ولا غنى عن الأيدي العامل المصرية والعامل المصري والتاجر المصري.